السلام خويا بخير. اولا شو رايك في المباراه اللي جمعت ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكوري؟ الصراحه السيد جوار ديال الدريات اللي كان مزيان في المستوى، احسن من الماتش الاول اللي كان ضد المانيا. كان الهدف اللي كان جا في الدقائق الاولى ديال المباراه اللي كعطى واحد التحفيز وعطى واحد المعنويات للدريات. كنتمنوا الماتش الثالث اللي يكون انتصار ويكون تاهل ان شاء الله الى الدور اللي الربع اللي غيكون اول مره. والصراحه التجربه ديال الدريات اللي كان اول عندهم اول مونديالات اللي غيكون اللي عندهم، كنتمنوا يكون واحد يديروا واحد الصوره زوينه اللي تشرف المغرب ويكون تاهل ان شاء الله. وكنتمنى لهم الفوز في الماتش الثالث ان شاء الله. اللي غنقول لهم غنشجعوكم ان شاء الله كي شجعنا اسره الاطلس في المونديال ديال قطر. غنشجعوكم وغنتفرجوا فيكم بالروح بالقلب ان شاء الله، وحنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله في الماتش. وكنتمنى 3 بوان ان شاء الله وندوزوا الماتش ديال الربع النهائي ان شاء الله. الحمد لله لانهم شرفونا، شرفوا البلاد وشرفوا الدول العربيه والاسلاميه والافريقيه، واول منتخب عربي كينتصر وحصلنا الشرف. والله يحفظهم ويحفظ سيدنا ويحفظ البلاد كامل ويحفظ الاسلام كامل، الدول العربيه كامله. وكم المنتخب كان فرحنا تبارك الله وفرح العالم كامل، ودابا فرحونا تبارك الله اللبؤات. الله يسخر فيهم والله يحفظهم، وحتى انتم كنشكركم والله يوفقكم. شكرا والعواش مبروكه. رساله تلفزيون للبؤات الاطلس كنزيد ومازال يزيدوا ان شاء الله ينتصروا. بغيناهم غير يدوز بعد الدور الثاني، وراه يكون هذا شرف لنا كبير الحمد لله. وبهذه المناسبه وديال المناسبه ديال عيد العرش، وسيدنا الله ينصرو الله يحفظ البلاد، وغادي البلاد ان شاء الله منوره. انا كندير شيفور الحمد لله، ما كنخلي حتى بلاصه في المغرب، البلاد غاديه مزيانه وكتنور. والله يحفظ سيدنا، وهذا النهار مبروك على المغاربه كاملين والحمد لله على الدول الاسلاميه. شنقول لك اخويا، بصراحه عجبوني كيبان فيهم الروح الوطنيه، فهمتيني، وكيتقاتلوا على الدرابو وما غير ينسقوا فيهم الروح الوطنيه. ما كيموناش خسروا مع المانيا مثلا بالزيرو، ولكن شوف اي فريق بالخطر ما كيقولش في نهارو، فهمتيني. هذاك جدريدي والله الا عجبتني ديك التسعه، تبارك الله عليهم، وانا كنشجعهم من هنا. المهم بيبا عليكم. شنو تقول لهم انت لبؤات الاطلس؟ احنا معكم حتى الاخر. شوف من الاخر فيكم النفس بحال الرجال، من الاخر انتم مرجلين. والمباراه كانت على العموم مزيانه، الدريات اليوم داروا ماتش في المستوى، وكنتمناو ان شاء الله في المقابله الجايه يلعبوا بنفس المستوى ويحققوا تاهل الدور الثاني. وكنتمناو انهم يقدموا نفس المستوى اللي حقوه اليوم ويحققوا تاهل تاريخي ويمشيوا على نفس المسار اللي حقوه المنتخب الوطني الرجال مع وليد الركلاي. المباراه كنا كنتسناو بفارغ الصبر، حيت المباراه الاولى تعثروا امام المنتخب الالماني. كنا كنتسناو الفوز. الحمد لله لبؤات الاطلس ما خيبوناش وربحوا بداك الهدف ديال 1-0. وكما المدرب كما قال ليه الجمهور، اعتمد على اللاعب اللي حطات الباس ديال البيش واللي دات لاعبه المباراه. وكنتمناو المباراه خير في المستقبل، المباراه القادمه ان شاء الله، ونتاهلوا ان شاء الله الادوار القادمه ان شاء الله كما حقه منتخب الرجال. وكنتمناو يقدموا في المقابله القادمه ان شاء الله اداء، لما اداء جيد، ويتاهلوا ربع النهائي ان شاء الله باش يفرحونا. المباراه كانت زوينه واخا ما تفرجناش في الماتش، حيت كيلعب الصباح بكري مع هذاك الفجر تقريبا. وكما شفنا مباراه زوينه، شفنا لقطات ومباراه زوينه، ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمناو الانتصار والتالق ان شاء الله، ولاش لا يربحوا ماتش الاخر ان شاء الله. ونتمنوا الرباع وتنويد اليوم ان شاء الله، الترجى ماشي مشكل، وحد سعيد للجميع ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.